ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم والنهارده وصفتنا شيش طاووق، بس قبل ما نبدا ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب، تكفوا القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد. ولا بينا نخش على الوصفه. معانا نص كيلو شيش، طبعا يا جماعه دي وراك مخليه زي ما انتم شايفين. بالنسبه لتتبيله الشيش معانا فلفل اسود، بابريكا، ملح، معانا بهارات دجاج، معانا زبادي، معانا زيت. يلا بينا نتبل الشيش. اول حاجه هنحط الشيش اهو زي ما انتم شايفين، نحطه هنا. تاني حاجه التوابل، ومعانا تالت حاجه معلقه زبادي. بعد كده الزيت ونعجن. طبعا يا جماعه نسينا نقول لكم ان احنا قطعنا الشيش ونسيبه في التتبيله من نص ساعه لساعه، انتظرونا. ورجعنا لكم بالمرحله الثانيه ومعانا الشيش ومعانا فلفل الوان احمر وفلفل الوان اصفر ومعانا البصل. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هناخد ونحط فلفل ألوان أحمر، نحط فلفل ألوان أصفر، بصلاية، شكلها تحفة. وده شكلها اهي بعد ما خلصنا اول واحدة. طيب ناخد واحدة كمان. طبعا يا جماعه ما تنسوش بقى تشجعونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. ودي التانية اهي زي ما انتم شايفين. ناخد واحدة كمان.
ودي شكل التالتة. طبعا هنخلص الكمية كلها ونرجع لكم بالشكل النهائي، انتظرونا. ورجعنا لكم بالشكل النهائي لشيش الطاووق زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هندوق ونقيم. اوه شكلها تحفة وريحتها شهية. طعمها تحفة. واو روعة. ده 10 من 10. لذيذة. تحفة يا جماعة. الطعم في حتة تانية. وبكده اكون خلصنا الفيديو. يا رب يكون فيديو عجبكم. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوناش باللايك وشير وسبسكرايب. شوفوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد. ويلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.